ما أجملك يا غربان، الغراب يا أخي المشاهد الحبيب هو من علم الإنسان طريقة الدفن، هذه الطريقة السنية. نعم، فسبحان الله العظيم، يعني علمها لنا هذا الطائر الغراب. وكما جاء في محكم التنزيل أن الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من الندمين. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه سبحانه نفسه بنفسه بعث هذا الغراب من أجل أن يواري هذا الإنسان كيف يواري سوءة أخيه. نعم، لهذا أن الغراب علم الإنسان كيف يدفن أخاه الإنسان. ولهذا علينا يا أحباب رسول الله أن نراعي بعضنا البعض، وأن نراعي الخلق جميعا من الحيوانات ومن البهائم ومن كل شيء، وبالله التوفيق. السلام عليكم متابعي قناة أبو حفص الحيلي، مرحبا بكم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. كما تشاهدون غربان كبيرة بأجساد كبيرة ما شاء الله. اللهم بارك. مدينة الشاون على بعد 3 أو 4 كيلومترات ما يقارب. انقلبوا الكاميرا. مرحبا وسهلا بكل الأحبة. حبيت يا أخي الحبيب المشاهد اللبيب نتواصل معك على هذا الأثير، أنا على هذه المشاهد الطبيعية، المشاهد الخالية من التلوثات. نعم، وأعظم تلوث الذي ابتليت بها الأمة ألا وهي تلوثات القلوب. أصبح المسلم يحتقر أخاه المسلم، ومع العلم نبي الهدى رسول رب العالمين كما جاء في حديث شريف يؤكد لنا ويبين صلى الله عليه وسلم هذا الأسوة الحسنة. قال رسول رب العالمين: كلام الحق، كلام النبي كلام الحق، ما ينطق عن الهوى. رسول الله لا ينطق عن الهوى وهو القائل. المسلمون اسمعوا يا أيها المسلمون، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، أعيد هذا الكلام حتى أن يصيب آذانا صاغية وقلوبا واعية: جعلني الله وإياكم يا عباد الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد. الله الله على كلام الوحي، كلام النبي وحي من الله. يقول صلى الله عليه وسلم، أعيدها ثانية: ومن طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد كلامه ثلاثا حتى يفهم عنه. فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال حبيبنا وقرة أعيننا: المسلمون كرجل واحد. أين نحن من هذا يا أحباب رسول الله؟ أين نحن من هذا يا من تدعون محبة النبي؟ وربنا سبحانه عز وجل قارن محبة النبي باتباعه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. أقول آية أخرى التي تؤكد لنا هنا، قوله سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما السبب حتى خرجت يا أبا حفصة إلى هذا الكلام، إلى توحيد الأمة وعدم التفرق؟ ما هو السبب؟ سببي الذي جعلني يعني أحيد من موضوع الغراب ومن موضوع الطبيعة، ألا وهو هذا الجو النقي خالي من نسمات أهل النفاق وكذا. أنا لا أسيء لأحد والله يا أحباب، ولكن على ما نشاهده، أنتم تشاهدون وأنا أشاهد، نحن نعيش ونتعايش فيما بيننا في الدنيا ونرى أحوال. كما قلت آنفا، أصبح المسلم لا يصدق أخاه المسلم، أصبح المسلم يغش أخاه المسلم. نعوذ بالله من هذا. الله ورسوله بريء من هؤلاء. يقول نبينا كذلك صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن: من غشنا فليس منا. نعم يا أحباب، كما قلت لكم، أنا أحب هذا الغراب، نعم، وأحب الطبيعة على العموم، وأحب الحيوانات، وأحب من يرحم هؤلاء. الرحمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: لا تنزع إلا من شقي. يقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا. فحقيقة أنا ألقى راحتي وألقى هدوئي وسكينتي وأنا في هذه الوحدة. وسبحان الله، من طبيعتي أحب يعني ولو أكون مع أصدقاء كرماء يتفضلون علينا يعني ماديا ومعنويا، هكذا، نعم، هذه حقيقة. عندما ترى أخي قدم لك حلوة أو زبيبا أو تمرة فهذا يحبك. والنبي هنا قال: تهادوا تحابوا، يعني بما هو يحبك يعطيك عطاء. نعم، يعني أنا وددت أن أقول لكم يعني أنا أحب الخلوة ولو مع ما يقارب 10 الإخوان معنا في هذه الرحلة، وأنا أحب أن أمشي واحدا. سبحان الله، هذه الخصلة كانت في صحابي من صحابة النبي، وهذه الخصلة هي حميدة. هذه الخصلة كتعطي واحد الإنتاج. بين هذا الإنتاج والله العظيم، عندما بدأنا رحلتنا هذه، سبحان الله، أحد الأصدقاء ألا وهو أخي سيف، لا ليس سيف، أخ سيف، نسيت اسمه وأقول لقبه بوشيبا، فارس بوشيبا، في بداية رحلتنا قد نسي محفظته، نسيها في مكان. وأنا كما قلت لكم أحب أن أمشي وحيدا في الطريق حتى أتأمل في هذا الكون، أشاهد هذا الكون، وهذا المشهد يؤكد لي بأن له خالق، بأن له مالك، ألا وهو الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. نعم، فكما قلت لكم أنا أحب الوحدة، وهذه الخصلة من خصال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أحباب، وهذه المنطقة فيها غربان كثيرة،
كما تسمعون أصواتها، وأحببت حتى أن أمتعكم بهذه المشاهد وحتى أن نذكر بعضنا البعض بالنصيحة، والأصل هو النصيحة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة. كما تشاهدون أن في أعلى قمة الجبل بمدينة الشاون، هذه المدينة العريقة التي لها فضل يعني داخل هذه المملكة العظيمة المباركة، نسأل من الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظ سيارها وأمراءها وعلى رأسهم ملك البلاد محمد السادس ملكنا وعزيز على قلوبنا، ونسأله سبحانه كذلك أن يمتعه بالصحة والعون، وأن يرزقه كذلك البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر، والله سبحانه وتعالى على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وحتى لا ننسى كذلك أن ندعو لكل من يساهم في إصلاح هذا البلاد وفي تنميته بدعاء الخير، حفظكم الله ورعاكم، ونسأله سبحانه من أراد ببلادنا وبلاد المسلمين عامة، من أراد بهذا بهذه الأوطان الشريفة الحبيبة سوءا، نسأل له الهداية، ونسأل الله تعالى أن يجعل كيده في نحره. هذا مكان، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك يا أخي المشاهد بتحية طيبة ألا وهي السلام عليكم، شكرا لكم على المتابعة والدعم، نعم، ومن قلب الحدث ومن عين المكان مدينة الشاون، المدينة الزرقاء لا تخطى على قلوب المغاربة، المغاربة يحبون هذه المدينة بخيراتها وبصفاء قلوب أهلها، نعم. وحتى لا ننسى أن أشكر الإخوان الدراجين هذه المدينة على رأسهم صديقي وحبيبي الغالي، حبيبي أحبك في الله، الأخ المحترم والرجل الطيب الخلوق سيدي بوجلابة، والأخ خويا المرضي ديالنا السي بلال، حتى لا ننسى السيكليستا ديالنا ديال الشاون، كان يوم الأيام يعني أعد لي دراجتي يعني بدون مقابل. شكرا لإخواننا كل الساكنة مدينة شفشاون نساء ورجالا صغارا وكبارا، والسلام عليكم، وأحيي كل المغاربة وكل المسلمين على العموم، والسلام عليكم، مع السلامة. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.